فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وهذا يدل على بطلان ما ينادي به بعض المغرضين أو الجهال اليوم من أنه لا يقال للكافر كافر ولا للفاسق والعاصي عاصي، ويعتبرون هذا أنه من الغلو ومن التطرف، وهذا إلغاء لما في كتاب الله سبحانه وتعالى من تسمية الكفار كفاراً والمشركين مشركين والمنافقين منافقين وأهل الإيمان مؤمنين، ويعامل كل بموجب ما يقتضيه هذا الاسم الذي يتسمى به أو الصفة التي يتصف بها. الله جل وعلا قال: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين. هذا معناه البراءة منهم، تسميتهم كفارا. لماذا تبرأ منهم؟ لأنهم كفار. قل يا أيها الكافرون، فتبرأ منهم ومن عبادتهم، فلا بد أن يسمى الكافر كافرا والمسلم مسلما والبر برا والفاجر فاجرا، لما في ذلك من الأحكام العظيمة والتميز بين هذه الأمور وعدم الاختلاط والتباس الأمور واختلاط الحابل بالنابل